عودة إلى متابعة أجندة اليوم، فقرة ثقافي وفن. بفقرتنا لليوم رح نروح على إذاعة لبنان اللي خصصت يوم كامل لتراث الأدب الشعبي. قومي رح نروح على إذاعة لبنان. لا بعد شوي بروح. بعد شوي. لتراث الأدب الشعبي مكرمة شيخ الأدب الشعبي سلام الراسي بحفل برعاية وزير الإعلام، منتابع سوا. نظمت إذاعة لبنان يوم للأدب الشعبي التراثي، كرمت خلاله شيخ الأدب الشعبي سلام الراسي باحتفال برعاية وزير الإعلام رمزي جريج، ممثلا بالمدير العام للوزارة الدكتور حسان فلحة، بحضور حشد من أهل الأدب والإعلاميين. شارك بهالنهار تلاميذ من مدارس أستوود كوليدج المنصورية وسيدة ساحل علمة ومعهد الرسل جونة. الحفل يلي قدمته الإعلامية سوسن عواد ألقيت خلاله كلمات شددت على أهمية الحفاظ على التراث الشعبي. سلام الراسي شيخ الأدب الشعبي وشيخ الارتحال بين الماضي والحاضر إلى نافذة المستقبل. من لا ماضي له لا مستقبل له، من لا يحافظ على تراثه وتراث أبنائه وأجداده لا يستطيع بناء مستقبل له ولأجياله ولأبنائه. بعد رحيل سلام الراسي حبذا لو يهتم المختصون والدارسون لهذا النوع من الثقافة الشعبية لإكمال أمانة بدأها المحتفى به على أمل ألا تندثر، لأن في اندثار هذه الأمانة وإضاعتها اندثاراً للانتماء وإضاعة له. ذاكرة الشعوب وتراكم ثقافاتها وحضارتها هما في المأثور من آدابها المدون أو المتواتر، إلا أن التدوين هو خير وأبقى لحاضرها ومستقبلها، لأن المتواتر أو المنقول شفاهاً قد يعتريه بعض الدخل من زيادة أو نقصان، فتنتفي الأمانة التاريخية والعلمية عن هذا المأثور الذي يمثل خصوصية كل شعب أو أمة. بإحيائنا لأدبنا الشعبي نتعرف أكثر على وطننا بوجهه النقي الحقيقي، لهيك عم تحيي إذاعة لبنان اليوم هالنهار. وطبعاً بفرحنا كتير وجود أولادنا يلي بدورهم عم يحفظوا أدبنا الشعبي، رح لما يحفظوا رح يعرفوا أكثر قيمة الكنز يلي تركوه كبارنا ويحافظوا أكثر على هالوطن بقيمه وثرواته وتنوعه. بيسعدنا. وللمناسبة أطلقت إذاعة لبنان برنامج فريد من نوعه يبث كل سبت الساعة 1:05 عبر أثير الإذاعة، بيحمل اسم يتذكر بصوته، ثم كانت مقتطفات من برنامج لسلام الراسي يتحدث فيه عن الأدب الشعبي يلي بيمثل خيرة التراث اللبناني، فهو يجمع ولا يفرق. وقدمت التلميذتين ماريان الحج ومارينويل حلو شهاداتهم بالأديب المكرم، كما تسلم نجل المكرم رمزي الراسي درع من الإذاعة عربون شكر على حضوره، وتكريما لشيخ الأدب الشعبي المكرم الراحل سلام الراسي. حلو كثير هذا الموضوع، وبدنا هون نقول انه شفنا زملاء عادة بنسمعهم عبر ميكروفون الإذاعة وبعض العاملين بالإذاعة. كان تعليقك مش فلانة صوتها شو رائع. مزبوط، لأنه نحن الزملاء الإعلاميين نعرف أنه مفتخر بكل إعلامي لبناني. هون بدنا نقول مرسي كمان لناتالي زميلة عيسى حماميس اللي شاركت بالتصوير كمان بهذا الموضوع، كانت تجربتها الأولى. بقى الشباب بالستوديو عطوها 7/10. تمام منيح، مش شغلتي. منكفي هلأ على جولة حول العالم. وين بدك تاخدنا؟ أنا بحب روسيا. يلا. روسيا فيها شغلات حلوة كتير. منتعرف على عائلة مثلا بالمنطق بيقولوا انه خلال يعني العائلة بتتألف من بي وام وبعض الأولاد، لكن انه يكون عائلة سفيتلانا ويوري بانتلينكو عايشين وبيتقاسموا بيتهم مع دب عمره 23 سنة يلي تبنوه وصار كابن لألون، وبقضوا كل اوقاتهم معه، بيلعبوا معه بالحديقه حديقه البيت، بيحضروا تي في، حتى الدب اعطوه اسم ستيفن او ستيبن عفوا، وبيقولوا انه هالدب تبنوه لما كان عمره 3 اشهر من بعد ما فقد امه، هلا عمره 23 العمر كله. وبحسب هالثنائي قدر ستيبن يكتسب صفات جيده ويكون هادئ مع الوقت، وبحسب الزوجه سفيتلانا هالدب بياكل يوميا 25 كيلو من السمك والخضرة والبيض. كسرة.
هني ما بياكلوا هالقد هني ما بياكلوا هالقد بالشهر. شو قلت؟ معقول شو دب؟ شو دب؟ وبفترة المساء بيقعدوا سوا على الطاولة لا تناول الطعام وطبعاً بيرجعوا بيقوموا. أي طاولة بيقعدوا؟ ما بعرف ما شفناها. وبيقوموا بعدين بتفرجوا على التيفي سوا. ها هون عم بتمشطوا بس 23 سنة. 23 سنة عم بتفرجوا على التيفي بدنا نشوف وين أي طاولة بيحلق أي طاولة. كرسي طلعت له للدب بعدين ليكي صوروا بالبيت مع بيرة مثلاً. اوه عم بيقلبهم لورا هلا اذا رجع لورا بيقلبوا اثنيناتهم هيك بس مستغرب انه هالقد ليكي صوره بالبيت منتشره عم بفرجوه صوره يعني حبوا ما عندهم اولاد تبنوا هيدي الطاوله تفضلي هو يمكن على الواقف هو بيركع ايه بتعمل كعكه كعكه وشاي وبتصب له بالفنجان بزياده هالقد شفناكم ايه وايام منتابع ايضا من حول العالم اظهر تسجيل مصور نشر على موقع يوتيوب ألسنة اللهب وهي عم تلتهم ناطحة سحاب صينية بعد نشبت النيران باحد مصاعدها فقد اشتعلت النيران ببناء ايتون شينيانغ بمقاطعة ليونيغ شمال شرق الصين حيث قال شهود عيان عم بيشتغلوا بهالمكان بمكاتب ومتاجر البناء المكون من 60 طابق بانه الحريق بدأ بالمصعد بطابق الأرض وامتدت النيران بسرعة إلى بقية الطوابق وتظهر النيران وهي تشتعل بخط مستقيم واحد من أعلى البناء حتى أسفله ماشي بالقلب من الجدير بالذكر أيضا بأنه هالحريق هو الثاني من نوعه خلال أسبوع واحد بالصين حيث التهمت النيران من فترة مصنع كيميائي كبير بمقاطعة هوبي الصينية وفق ما ورد بصحيفة الديلي ستار البريطانية بتمنى ترجع تقري هذا الخبر بعد الهواء ليه؟ ما في شيء في لازم تمرن على الكلمات الصينيه لا لا في غير شيء فبنبقى كمان مع اخبار حول العالم فاجأ شاب يدعى ديفيد حبيبته جينيفر لما طلب ايده بطريقه مؤثره ورومانسيه امام اهلها واصدقائها بالتفاصيل راحت جينيفر مع بعض من اصدقائها واهلها لمشاهده فيلم سندريلا بمسرح خاص ولما بدا عرض مقطورات الفيلم يعني تريلرز ادركت جينيفر انه ما عندها او هي منها هون بمجرد نزهه عاديه لمشاهده سندريلا فقام حبيبها ديفيد بعرض فيلم صغير عن قصة حبهم ليظهر بعدها بالصالة مع طفلهم ويعرض عليها الزواج حلو وكان التأثر واضح جدا على الحبيبين اللي عينقوا بعضهم بشدة يا وانا الله. عم نشوف بالجزئين بالصورة الصغيرة هي بال... ايه؟ بالمقاعد عم تحضر المسرح وهداك الفيلم اللي عرض ليه عم بيجهز حاله هو وابنه ليروح يعرض عليها الزواج حلو هي وابنه مش ابنه هو ابنه وابنه هو اياها شو هالسقافة منجيب ولد من دون ما نكون متزوجين او مرتبطين امام الله ليشوفوا اذا تجربتهم منيحة ناجحة قدروا تزبطت تقتل الولد عمره 5 6 سنين كمان فاقبك مش جديد وهي تفاجأت لا لبسوا تقام والبوت وكل التفاصيل هي عم تضحك ولا عم تبكي بس كل الوقت زيت المشهد يعني فرحانة قوي فرحانة قوي عم بيحاولوا يهدوها ما عم بيصدق ما عم بتصدق يلا شوي وبيوصل لعندها بكي من الفرح ايه يلا بنحضر وشو عنا شو عنا عندك شيء قليل نحضر وفي وقت في وقت بس المونتاج رائع حسب ما عم بيقولوا الزملاء بالتي في كثير حلو مش انا عامل المونتاج ولا انا مصوره مش هيك حلوين برمنغهام بس هي يعني نفس الحركه نفس الحركه مش عم تصدق مش عم تقدر تصدق فجأة قال هي فارس الاحلام بعد ما جابوا ولد وصل على المسرح برافو إيه. هلا هو رح يطلبها للزواج قدام كل اهلها ها ايه انا كفيت الفيلم إيه؟ كفيت الفيلم لما وصل لهون هلا شو في جديد بعد اللي شفناه ما في شيء جديد اكثر من هيك يلا الجديد يلي رح نضوي عليه اليوم هو موقع الكتروني بيساعد بالعثور على زوجة تانية أسس الموقع أزاد شيوالا يلي بحسب ما بيأكد بيساعد المسلمين على إيجاد
زوجة تانية secondwife.com، هيدا الموقع مقر بريطانيا للاتصال بالشريك المناسب بجميع أنحاء العالم، وهو بيضم حوالي 3600 من الكنديين فضلا عن الألاف من البريطانيين والأمريكيين والأستراليين وأشخاص من دول الخليج. وبحسب أزاد هالخدمة ممكن تكون ما تكون حكر على المسلمين، بس إنما في هدف من وراء وهو كسر القوانين خاصة بالدول الغربية اللي بتحظر تعدد الزوجات. فقرة هلأ بمثل هالنهار أنك عم تتحذر اليوم قدي بالتاريخ 3 حزيران 2016، بالعام 1859 بمثل هالنهار ساعة بيج بان بلندن تبدأ عملها، وذلك بعد الملكة فيكتوريا. بيم بيم. وهون معروف عنا أنه واحد يوصل على القد بيقول له شو مزبط ساعتك على بيج بان، أو لك مش عم تغلط هالفترة ما بعرف. بثلاثة حزيران سنة 1944 شارل دوغول بتولى رئاسة وزراء فرنسا. بالعام 1962 بمثل هنهار تحطم طائرة بوينغ 707 تابعة للطيران الفرنسي بعيد إقلاعها من باريس، وأدى الحدث إلى مقتل 130 راكب كانوا على متنع. أما بالولادات بثلاثة حزيران سنة 1978 ولدت مايا دياب، وهي مغنية لبنانية. هابي بيرثدي مايا، بحبك كتير. مهضومة مايا. هابي بيرثدي. أنا مايا، شيك بتقول؟ أنا مايا. وبنعيد كمان الأب مدير عبدو. مركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو بوكاسم بعيد ميلاد. وبالمناسبات أيضا اليوم، اليوم مخصص للدوناتس. واو الصبح هلا منيحة دوناتس مع فنجان القهوة. يلا. اليوم أيضا شيمبوروزا داي. شيمبوروزا داي اللي هو أعلى نقطة بالعالم. حلو. والتلج أكيد عليه. على طبيعي. طول على مدار السنة. بالأزهار اليوم يلو بينك، يعني الأزهار يلي بتحمل اللون الأصفر والزهري بنفس الوقت يلي بترمز للترفع. هاي التوليب شو حلو. ترفع. حبيت. فقرة سراج النور. منتابع اليوم كمان الحديث عن تكريس لبنان لمريم العذراء ضمن السلسلة اللي عم نقدمها حتى 12 حزيران المقبل. اليوم ماذا يقول رئيس مركز الدراسات المريمية في جامعة سيدة الويزة والمنسق العام للجنة الجامعات المريمية بلبنان الأب عبدو أنطون؟ قلبك الحنون كرس لبنان. اليوم كمان بهالتكريس تجديد التكريس للبنان وضعت كمان اللجنة إلى جانب باقي الجماعات يلي تنضوي تحت لجنة البطريركية، فهذا عربوها هذا نوع من التأكيد للكنيسة للجماعات المريمية بضرورة العمل الجماعي قدر الإمكان بين بعضهم، وعدم استثناءهم لهالجماعات المريمية بكل الأعمال المريمية الكبيرة بالكنيسة، مثل ما عم نعيش اليوم تجديد التكريس للبنان، فكل الجماعات المريمية لازم تشارك بهالحدث المريمي السنوي المهم. فمن هون نحن كلجنة الجماعات المريمية عم ننظم وعم نشارك ضمن المسيرات يلي بتصير على الأرض مع كهنة الرعاية. وهون طبعا نحن باسم هاللجنة عم ندعي كل الجماعات المريمية انه يوقفوا حد الكهنة بالرعاية والأساق في بالأبرشياتهم حتى يلعبوا دورهم كمان بالمسيرات او بكل الأعمال الليتورجية او بالساعات السجود او بالقداس يلي الكاهن بيطلبها برعاية حتى يكون الوجه المريمي مبين، ونحن عم نحقق رسالتنا المريمية من خلال كل الجماعات. اليوم بتبلش التسعوية فينا نقول اللي سبق وحكينا عنها امتدادا بالمسيرات وصولا ل 12 الشهر اللي بيلتقيوا ثلاث مسيرات من ثلاث مقامات للسيدة العذراء. كمان اليوم أول نهار جمعة من بعد يوم الجمعة الواقع بعد عيد القربين بيكون عيد قلب يسوع. انتشرت عبادة قلب يسوع بالقرن السابع عشر، والرائدة هي القديسة مارغريت ماري ألاكوك اللي ظهر لإلها يسوع وطلب منها التعبد لقلبه. وبسنة 1856 ألزم الأب الأقدس البابا بيوس التاسع الكنيسة كلها بأنه تحتفل بعيد قلب يسوع الأقدس. امبارح المساء صار في احتفال مثل ما رح نشوف بالصور ببكركي برئاسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي للمناسبة بحضور
حضور حشد كبير من المؤمنين وأعضاء جمعية قلب يسوع بلبنان وأعضاء جمعية قلب مريم الطاهر، وتم مباركة التماثيل الثلاثة لعذراء فاطمة اللي رح تنطلق من الشمال والجنوب والبقاع مثل ما ذكرنا لتزور عدد من القرى والمناطق قبل ما ترجع وتلتقي ببكركي ب 12 حزيران الحالي ذكرى تكريس لبنان لقلب مريم الطاهر. نشوف شوي من هالصور مثل ما عم شوف في عدد كبير من الحشود اللي أتت للمشاركة بهالقداس وبتبريك ثلاث أشخاص التابعين لسيدة مريم العذراء سيدة فاطمة اللي رح ينطلقوا بهالمسيرات مثل ما ذكرنا وصولا ل 12 حزيران. هلأ فقرة التذكار. اليوم تذكار القديس أوتال، التفاصيل بهالتقرير. يوم 3 حزيران الكنيسة بتعيد للقديس أوتال، هالقديس يلي عاش بتركيا من عائلة وثنية ومن بعد ما تعمد راح يتنسك. خلال نسكو تعرف على كتير من الوثنيين اللي ردن للإيمان الصح، الإيمان المسيحي وعمدن. نحن على مثال هيدا القديس لازم نكون عم نرشد الأشخاص اللي بعيد عنا، خصوصا بلبنان نحن عنا العيش المشترك واختلاف الأديان، نكون عم نفرجي الطرف الآخر المحبة اللي دعينا لها يسوع، نكون عم نفرجي الفرح حتى لنعيش كلنا سوا. آمين. لنصحح تما نكون هيك طربوشنا بترافل، مزبوط القديس أوتيل أوتيل. وبنشكر كمان الأبونا وزينة على هالتضواية على هالقديس. خليني بس أقول بدون حدا يقول هابي بيرثدي لكلوديت حبيقة من أختك أنتوانيت ومن فاديا براكس، بيقولوا لك هابي بيرثدي وعقبال المية. هلا وصلت لنا، وإذا أنتم حابين كمان فيكم ترسلوا لنا على رقم التليفون 90 30 23 هابي بيرثدي أو شو حابين تقولوا كمان نحن منوصلها من خلال برنامجنا ومن عيد يلي بتحبون. لهون بنوصل لختام برنامجنا لليوم، حلقة جديدة بكرة الساعة 7 طبعا بأجندة اليوم. في عنا الليلة برامج، في عنا برامج الليلة. شو عنا الليلة؟ الساعة 8:30 بعد الأخبار طبعا مثل كل ليلة جمعة في عنا حلقة جديدة من داليا والتغيير، وطبعا عائلة جديدة بيساعدها هالبرنامج يعني، وأكيد دموع الفرح لكل عائلة بتقدم لهم يد العون بهذا الموضوع. إذن بشوفكم الساعة 10 بنلتقى بموجز إخباري بكرة. الزميلة ريتا والزميلة بيتفيق أسامينا شو حلو ناتالي رح يكونوا معكم بحلقة جديدة من أجندة اليوم. إلى اللقاء. شو اسمك؟ بدنا نذكر أنه اليوم كانت حلقة عبده بامتياز. باي باي.